بس يا ربي لو تمرق هالليلة على خير. ما حاجتنا نطعمي اللي عنا؟ كمان بدنا نطعمي اللي على الباب؟ هاتي هاد لشوف. لا تعزبي حالك انتي، انا بشتغل اساسا، هني على الباب بسببي انا. عن جد مالك حظ بهالدنيا يا مريم. العم نسينا. عيشة تعالي، يلا حركي، تعي تعي خذي الغراض عني. خلص انا بوديهم. اي معلش، شو عليه، نفسي لك شوي بس بترجعي بسرعه. ها الله يخليكي، اذا دري اخوكي بموتنا. ماشي ما يهمك، انا بوديهم وبرجع فورا. ايه ايه. ليكن إجوا. ألف الحمد لله، رجعت الحمد لله على السلامة معلم. الله يسلمك كاظم. الله يسلمك. لا بقلك الأسود كتير يا درسانة. نورتوا يا آغا. تسلم يا كاظم. الحمام مثل النار، أنا بعرف ما بتحب ريحة المغفر. يسلموا مرمر. كيفك يا روحي؟ معلم في شي مهم. خلصت القصة؟ خلصت روحي، خلصت. شوفي كتير كنت، لا مو هون، برا. كتير اشتقت لها. هلا ما فيك، بكره 7 الصبح بالمستودع، هو ما بفيق بكير، نحكي هنيك. لا كاظم، يعني مين بيقدر يلمسنا بالمخفر؟ ابي بيرضى؟ منيح، معناتها لروح انا. تصبحوا على خير. أهلين. تصبح على خير اغا. عادي روحي. أنا رايح على القهوة شوي، مواعد رفقاتي هنيك.
لأمشي لكان. الله يجعلها مباركة وجوازة الدهر إن شاء الله. هي بدها ايه فجأة ضاق نفسي هيك كأنك تغيرت وقت شفت الغرفة. لا مو من الغرفة، يمكن من الأكل، من المسألة. هلأ أكلت كتير وكترت بقلاوة، ضايقتني. ايه منطلع على أرض ديار. انت خليكي بتمشى شوي وبرجع فورا. على كيفك. أعطيني الصبر يا ربي. داي داي يلا بسرعة. يلا خلينا نمشي دغري. لكولو كم وحدة زهرمتي؟ أعطيته ثلاثة، قلت بيكون أضمن لي. العمى عن جد؟ بثلاث أيام ما بقي فيه هاد. واي فواكي، يلا كلي شوي. تسلمي يا زينب، بس والله مالي نفس. Ağlasam süzülmez gözümden yaş, gönlüm bir virane. Omar? Bulutlar var artık her yerde. Şevaher, şu sarılık. Elili şufi.
ولا شيء. عم بتخيل يا زينة وفكرت إجا عمر. عم بتخيل مو هيك؟ ليش بده يطلع بهالجو لبرا ويترك تخته الدافي؟ لك شوي شو صاير؟ بزوج جواهر؟ فوت انت فوت. Ağlasam süzülmez gözümden yaş, gönlüm bir virane. Senden çıkılmaz. Ma bikun Fael Haris ma? La, mu قبل 3 ايام. في حدا جاي. وينها؟ انا ما لازم ضل هون. والله اذا كان اخي بيقوصني. مريم استني. لا بدي روح. لك ارجعي. شو عم تساوي هون بهالوقت؟ ولا شيء. عاجي بقى ليك مريم عم تركض؟ فكر ما شفتها. بعرفك بعرفك منيح، ما بتترك حبيبتك بسهولة. والله قديش بتعرفني ما بعرف. لسه ما قاطع أخوك؟ لا يا، إذا أخي ما اعتبرني أخ شو ممكن أعمل؟ أنا مو معتبرك أخي، لك أنت دمي. بعدين تعال شوف، عم تخون جواهر مع مريم؟ اسمع، بنسى أنك أخي الكبير وبزعجك. ها ألف مرة قلت لك ياها، جواهر مو مرتي، تجوزتها لأحميها لحتى. تمام تمام، أنا فهمت القصة. لعبتوا لعبة ما؟ طبعا، ولآخر مرة بقلك إيدي ما لمست إيدها بالمرة. يعني جوازة ومو جوازة؟ ها أخيرا فهمت. يعني بنام على الصوفاية كل يوم بالليل، والله انكسر ظهري من هالنومة. ليك عم تنشكل رقبتي يا زلمة، كل الليل نايم على جنب واحد، عم فيك كل يوم مخشب. مصدقك يا عيد، مصدقك. بس انت كمان بدك تسامحني. ايه شو صار؟ تركت العروس وطلعت بليلة العرس؟ يضربها العرس. اها، يعني بدك تعمل مثل ما عملت انا. ما بعرف يا عيد. آه لو بعرف. يلا يلا طلع نام هلأ، قوم ريح حالك. جيب لي الشرطة، قالتها وعينها بنص عيني. ولك روق عمر، النار والعناد لوين بيوصلوا؟ لك أخي هدوا بقى، والله الكلمة الحلوة بتطلع الحية من وكرة. أما أنتو يا لطيف اهدى مشان نحلها. كيف بدي اهدى يا حسن؟ كأنك ما بتعرفها. جواهر بتجنن أكبر عائل. بس أنا خوفتها وبعد شوي بتهدى. ايه خوفت جواهر. Ha 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 ha.
بقي صندوق واحد هون. بيساعد الكيس؟ في كيس تاني إذا بدك. لا هذا بكفي. بس ضل جهازك. أنا ما بيلزمني بقى. جهازي اعتبرين قوط إليك. خلص مبروك عليكي. مبروك عليكي كل شيء. يلا بخاطرك. موفقة بحياتك إن شاء الله. يا سيدي أنا عم أقول لحالي شدها من إيدها وحطها بالسيارة وشد فيها بسرعة على رأس من روس هالجبال. بق أمر ben deyim ki sana. Duyuyorum az önce Ali gördüm minibüsle gidiyorlardı. Nereye gidiyorlardı? Ne bileyim ben Antep'e herhalde. Allah kahretsin. Kardeş korkmuş korkmuş korkudan gidiyor he. خلص ما لح وقف. رح اعمل لك وقف. لك انت ما بتسمع انت كم مره زمرت لك واشرت لك وقلت لك وقف ليش ما عم تسمع ليش ما عم توقف هاي ليش ما وقفت والله ما دخلني شواهد عيد قوم خلصوا من بين ايديه اضربك هاي عم اضربك خلص عليك خلص يا عمر وعي لا تواخذونا يا جماعه بس اخي معارض روحت مرته على عنتاب لحاله اسفين يعني وشرت وانت ما بدك توقف والله ما دخلني ليش واقف عندك هيك الزلمه مات بين ايديك يلا تحرك بسرعه يلا تعال شوف خلص هاي خلص عمر عمر خلص هدي شباب لا تواخذنا اخي انت منيح شفتي شو جاني منين لك هدي بعد عني تعي لهون لشوف ليش عم تشدني هيك فلتني ماني رايحه معك ما في تسافري اذا قدرت منعني جواهر اهدي بقى بدك ياني جن هون ودعتيني وقت رحت على الجيش تتذكري واصعب شي عملته كان اني بعد من جنبك وبدك تتخلي عن كل شي بهالسهوله حبك انحفر بقلبي يلا ارجع لمرتك ارجع جواهر مشان الله اسمعي ما بقدر اتركك ابدا حطي هالشغله براسك اسمعي فاطمه رح سكنها بعنتاب رح اتركها هنيك وبعدين هالشغله ما فيها بعدين عمر خلصنا ارجع لعند مرتك وخلصني جواهر خلص اخي انت خليك بعيد ليش لبعيد مو كل شي صار بسبب تخبيصك انت عيد خلص بقى خلص ما بدي قلتلك ما بدي ما بدي ليش ما عم تفهم انت ما بحبك قلتلك شو قاعد عم تتشمس؟
وقت شافن ركبوا بالميكرو جن جنون عمر، لحقن مثل الطير، فورا ركب بالسيارة وشد على الطريق. راح وراهن معناتها ما؟ ايه؟ بدك تعملي احتياطك ها؟ هالبنت عاطلة، أنا بعرفها منيح، دوبت ظلمة اتنين، ما دام عقلاته عندها، ليش يدورك ورا؟ لك ولي على الرجال، دائما بيغدروا فينا. فاطمة، ما بدك تيجي تنطعي هالصغير؟ خاطرك اختي. بسرعة بسرعة، ودي هدول لهنيك. لبين ما يطلع الخروف سلوا هدول. تسلم أختي، إن شاء الله صحة وهنا. ما أطيب ريحته والله، خروف الضيعة غير شكل. وشلون لكان؟ إيه، وين كاسك أنت؟ العفو، معقولة يا أغا؟ ما في جوز بحضرتك. بلا فزدكتك يا بلال، ما بدها القصص هي هلأ يا أخي. صوب صوب، ما بشرب لحالي، ما تضايقني. عم تشو خاروف؟ أخوكي عنده ضيف مهم جاي من عند تاب لعنا. وين طولتي انتي؟ ايه كنت عند الخياطة. ايه فوتي لجوا، يلا كان عم يسأل عليكي. ايه شو استوى؟ لا لسه بده شوي. يا بنات استعزوا لكم شوي. مريم بوسي ايد مالك آغا. استغفر الله. بلال، هاي مريم؟ ايوه والله كانت ببو آخر مرة شفتها. اسم الله، حلويتي وصرتي صبية. تسلم يا آغا. أهلا وسهلا آغا. والدنا المرحوم كان يعز لمالك آغا كتير كتير، وكان يحترمه مثل أخو. أنت ما بتذكري، كنتي صغيرة بالإنداقة لسه. صحة وهنا آغا. يلا يلا روحي شوفي شغلك. ولو ولو شو صار بالدنيا؟ ولك شو حلوة هالبنت، القمر يا أخي بغار من نور وجهها مثل اللولو يا رجل. الله يحفظها، الله يجعل نصيب ابني مع وحدة هيك، والله بيكون محظوظها. صحي شو أخباره؟ أكيد البركة بيكون كبير. ما حدا بيضل صغير، كلياتنا عم نكبر يا بلال. قاعد بهالشركة وشغال، صار بده جواز. والله لازم له بنت مرتبة وتكون بنت عالم، ما هيك؟ لشوف الخروف برا. بده يلاحقنا طول الطريق، ما كان يوصلنا. سكوف، عمر Yeah.